للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مجلس الشيوخ مراسل النيل الأخبار محمود إسماعيل. محمود، ما هي آخر المستجدات وكيف تابعت جلسة اليوم وما يتم مناقشته فيها من موضوعات؟ والساعة تقريبا بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. وفي بداية الجلسة صدق المجلس على مضابط الجلسات من الجلسة الافتتاحية الأولى وحتى الجلسة الرابعة. بعد ذلك شرع المجلس استعراض تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. ويهدف مشروع هذا القانون إلى معالجة أوجه القصور القائم في القانون الحالي ومعالجة إشكاليات تطبيقه مع الوضع في الاعتبار المصلحة الخاصة للمواطنين وكذلك المصلحة العامة للدولة. وعلى ذلك يهدف مشروع هذا القانون كذلك إلى التيسير على المواطنين في استخراج تراخيص البناء ومواجهة مخالفات البناء إلى جانب التحقق من الاشتراطات والتأكد من السلامة الإنشائية للمباني التي تمت إقامتها، وإلى جانب تشكيل لجنة لمراعاة أو لمراجعة الاشتراطات التي تمت اتخاذها أثناء البناء. كذلك يهدف مشروع هذا القانون إلى أن يأتي هذا القانون متفقا مع قانون التخطيط العام وكذلك السماح بإنشاء المشروعات التنموية ذات النفع العام خارج الحي العمراني ما لم تضر بالمصلحة العامة للدولة. المجلس الثاني الأثناء يناقش مشروع هذا القانون من حيث المبدأ وفي طريقه للموافقة عليه، ثم يناقش مواد مشروع هذا القانون البالغ عدد ثلاث مواد. تمام، وصلت الصورة. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا من مجلس الشيوخ مراسل النيل الأخبار محمود إسماعيل. شكرا جزيلا.